أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. بدءا من صحيفة المدى ومقال للكاتب علي حسين حول القضاء في العراق، ماذا كان يضير المحكمة الاتحادية لو أنها لم تدس أنفها في السياسة منذ عام 2010؟ عندما وضعت تفسيرا للكتلة الأكبر كان الغرض منه سد الأبواب أمام إياد علاوي في تشكيل الحكومة. في ذلك الوقت حصل علاوي على 91 مقعدا، بينما حصل المالكي على 89 مقعدا. فوجدنا المحكمة تصدر قرارا غريبا ساهم في انهيار البلاد. وأتمنى أن لا يتصور البعض أنني أدافع عن إياد علاوي، ولكن ما فعلته المحكمة الاتحادية في ذلك الوقت فتح الباب أمام القضاء ليتحول من مؤسسة مهمتها الحفاظ على القانون وتطبيقه إلى مؤسسة سياسية. وإذا كان هناك حرص حقيقي على الدماء التي سالت من أجل الوطن وتقدير للأثمان الباخضة التي يدفعها المواطن العراقي كل يوم، فليس أقل من تشيع الوجوه الكالحة للكل نواب الصدفة. على مدى سنوات استهلك العراقيون طاقتهم ومعها ثرواتهم في جدال عقيم حول الكتلة الأكبر، هل هي التي تتشكل في البرلمان أم التي تفوز في الانتخابات؟ لتخرج علينا المحكمة الاتحادية وبعد 12 عاما على قرارها الأول بقرار جديد يقول إن الكتلة الأكبر هي التي فازت بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات النيابية، وكأن مصائر البلاد والعباد مجرد لعبة تشبه لعبة الدجاجة من البيضة أم البيضة من الدجاجة. ما يحدث اليوم يثبت أن المحكمة الاتحادية أدخلت البلاد في مرحلة صعبة لا يعرف أحد نتائجها، وكنت أتوقع أن المحكمة الاتحادية ستكون أكثر جدية وحرصاً بعد أحداث المنطقة الخضراء، وأن أرواح الضحايا سترفرف داخل قبة المحكمة من أجل إصدار قرار يعيد للناس الأمل بالاستقرار والطمأنينة. أما وقد أعادتنا المحكمة الاتحادية إلى نقطة الصفر مشفوعة ببعض العبارات من عينة الدستور والخدمات، فإن الغريب والعجيب أن تخبرنا المحكمة بانتشار الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، وكأن المواطن مطلوب منه أن يشكل محاكم ويعين مدعيا عاما لمتابعة ملفات الفساد ومحاسبة حيتان الرشوة ونهب الثروات. ومن صحيفة الميثاق الوطني نقرأ مقالا للكاتب سارة جميل. منذ انتخابات عام 2021 دخل العراق في منعطف خطير بعد أن قاطع الغالبية العظمى من الشعب العراقي الانتخابات، وبانت نتائجها بخسارة ساحقة وكبيرة لموالي وأذرع إيران المتمثلين بالإطار التنسيقي. كل التحركات التي تدور على الأرض تؤكد أن الاقتتال بينهم سيدوم وسيخلف دماء كثيرة، وبقياس القوة فيحسب لميليشيات مقتدى القوة على الأرض وسيطرتها بالسلاح، وبعدد الموالين فتيار مقتدى تيار عقائدي مرتبط روحيا بزعيمه، على عكس أذرع إيران الذين لا يملكون هذه القاعدة على الأرض وحظوظهم ضعيفة من نصر، ويمكن لإيران أن تتخلى عنهم إن تطلبت مصلحتها، فالحفاظ على البيت الشيعي بالنسبة لها أهم من أذرعها الحاليين الذين أصبحوا عبئا عليها بسبب تصرفاتهم غير المدروسة. نتابع. إيران استبدال أذرعها الحاليين بغيرهم، ويمكن أن تأتي بأحزاب جديدة مصبوغة بصبغة المدنية والليبرالية وتوهم الجماهير بأنهم غير موالين، وهي فعلا بدأت العمل بذلك. يفترض على الكفاءات الوطنية إعادة تشكيل نفسها على الأرض لتكون قوة وطنية موازية لقوة الصدريين شعبياً لضمان حقوق العراقيين وأمنهم مستقبلاً. ترك الأمور للتيار الصدري وحده وهو يتعامل بذهنية القصقوصة وجرة الإذن ممكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية. بهذه الذهنية لن يبنى بلد مدني يعترف بدستور وقانون. ما يحتاجه العراق للخلاص من أذرع إيران إيقاف العمل بدستور بريمر الاحتلالي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يترأسها شخصية قوية وليست ضعيفة كشخصية مصطفى الكاظمي، تكون مهمتها تهيئة البلاد للانتخابات وكتابة دستور بواسطة خبراء كفؤين ليتم التصويت عليه من قبل الشعب بدون أي تأثير من المراجع كما حصل بدستور 2005.
وحول الفساد في العراق كتب فاروق العجاج مقالا في صحيفة الزمان العراقية يقول فيه: ابتلي العراق شعب وسلطة ودولة بأنواع من الفساد الغريب بكل صنوفه وأشكاله وأنواعه وشخوصه التقليدية في وسائله، إذ تأسست المتنوعة الخبيثة من القواعد في أول يوم للاحتلال الأمريكي الغاشم للعراق، فاعتدوا على أسس الدولة الوطنية وأهزلوا معالمها الأصيلة بدستور ممنهج بمواده الفيدرالية لتفتيت الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب العراقي الأصيل، وأسسوا نظام الأقاليم والكتل والأحزاب المذهبية والعنصرية والطائفية، وجندوا لها من هو أصلح لها، وجعلوا العراق بلد الغنائم والمكاسب غير المشروعة. الفساد في بلاد الرافدين ليس فسادا تقليديا، إنما هو فساد ممنهج بطرقه وأهدافه البعيدة المدى على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والمذهبية والعنصرية، وهو ممنهج وفق أفكار وتصورات مناهضة للقيم الوطنية والإنسانية والأخلاقية، ومتجاوز على كل المواثيق والمعاهدات الوطنية والإنسانية. نتابع. فساد تأسست قواعده بسياسة المحاصصة السيئة التي دعمت كل أنواع الفساد من أجل تأمين مصالحهم على حساب المصلحة العامة ومصالح المواطنين الأبرياء، وحرمانهم من كل مصادر أمنهم وعيشهم وصحتهم ومستقبلهم المشروع. جردوا الدولة من هيبتها السيادية وأضعفوا سيادة القانون على الجميع، وتركوا الأبواب مفتوحة لكل مرافق الدولة للنهب والسرقة والاختلاس، وزرعوا الفتن بين مكونات الشعب ليؤسسوا لهم الملاذ الآمن لفسادهم بتسخير أجندتهم من المرتزقة والمنافقين والعصابات الإجرامية المنظمة في ارتكاب جرائم الخطيرة على حساب حياة الناس الأبرياء وعلى مصالح الدولة العليا. إصداروا أحكام قضائية بحق المتهمين بالرشوة والاختلاس وهدر الأموال العامة لا تتناسب مع حجم رشوتهم وجرائم اختلاسهم للأموال التي نهبوها من خزينة الدولة وأموال الناس الأبرياء دون حق، ومخالفة للشرائع والقيم الإنسانية والأخلاقية. نشر الصحفي التركي ومراسل موقع ميدل إيست آي البريطاني راغب سويلو مقالا تناول فيه ما سماها الورقة الشعبوية التي يستخدمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهدف الحفاظ على السلطة بالفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة. واعتبر سويلو في مقاله أن الرئيس التركي تحدى الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتضخم في بلاده وزاد في الإنفاق الحكومي ليشق طريقه للاحتفاظ بالسلطة، فقام برفع الأجور وحسن الخدمات الاجتماعية للمواطنين. ومع توجه تركيا نحو الانتخابات خلال 10 شهور، يثبت الرئيس رجب طيب أردوغان أنه لن يستسلم بدون قتال، وذلك على الرغم مما يمر به البلد من أوضاع اقتصادية صعبة. تقول مصادر مقربة من الحكومة إن الحزب الحاكم سوف يستمر خلال العام القادم برفع الحد الأدنى من الأجور وفي زيادة رواتب موظفي القطاع العام. حتى المراقبين الذين كانوا في البداية قد استبعدوا فرص أردوغان في النجاح يعربون الآن عن اعتقادهم بأنه سيبقى في منصبه، فقد اشتهر عن الرئيس أن بإمكانه أن يأتي بالأعاجيب وأن يحرز تقدما ملحوظا في الحملات الانتخابية. وها هو هذه المرة يستخدم الورقة الشعبوية من خلال رفع الأجور وتحسين الإنفاق الاجتماعي وتحقيق اختراقات داخل مختلف قطاعات المجتمع. في شهر تموز يوليو رفع أردوغان الأجور بمعدل 30%، وهي خطوة استفاد منها ما يقرب من نصف القوى العاملة في البلاد والتي تقدر بنحو 30 مليونا. ثم عمدت حكومته إلى زيادة أجور العاملين في القطاع الحكومي بحوالي 42%، بما عاد بالفائدة على نحو 5 ملايين موظف حكومي. وما لبث القطاع الخاص أن سار على نفس النهج، وبعد ذلك بادرت حكومة أردوغان بإصلاح الأجور للعاملين في القطاع الصحي، وعفت عن الفوائد المفروضة على القروض الممنوحة للطلاب، وأطلقت خطة للإسكان غير المكلف لمن يرغبون في شراء بيت للمرة الأولى، وأوجدت نظاما يقدم قروضا أقل تكلفة للمؤسسات التجارية، وكل ذلك ضمن تحركات استراتيجية الهدف منها استمالة كتل الانتخابية بعينها. نشرت صحيفة واشنطن بوست افتتاحية انتقدت فيها التقرير الإسرائيلي بشأن اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة، وقالت الصحيفة إن إسرائيل تركت في تقريرها الذي أعلنت عنه الكثير من الأسئلة بدون أجوبة.
فبعد أشهر من التحقيقات الاستقصائية للصحافة الدولية ومنظمات حقوق الإنسان التي وجدت أن جندياً إسرائيلياً ربما كان المسؤول عن إطلاق الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة في الربيع الماضي، توصل تحقيق إسرائيلي إلى نفس النتيجة، ولكنه استبعد تحقيقاً جنائياً أو توجيه اتهامات لقواته، وهو ما يترك الكثير من الأسئلة بدون أجوبة. ولفتت واشنطن بوست إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يقدم أدلة لدعم زعمه أن قتل أبو عاقلة كان حادثاً، أو كما قال مسؤول إسرائيلي للصحفيين إنه خطأ في التعريف، ولم يظهر جيش الاحتلال أو لم يظهر شريط الفيديو من المسيرات أو الكاميرات المركبة في العربات ليلقي الضوء على الحادث، رغم المطالب التي تقدمت بها صحيفة واشنطن بوست. دعت الصحيفة إلى تركيز الانتباه على ندرة توفر تفاصيل التحقيق للرأي العام، فلم يتم مثلاً نشر تسجيلات للتحقيقات مع الجنود الإسرائيليين، ولا أدلة عما شاهده الجنود أو سمعوه أو اعتقدوه عندما فتحوا النار على مجموعة من المدنيين بمن فيهم أبو عاقلة، والتي كانت ظاهرة للعيان من خلال سترتها الواقية والخوذة التي ترتديها على رأسها كبقية الصحفيين. وترى الصحيفة أن النتيجة الإسرائيلية هي تراجع ب180 درجة عن زعمها الأول، وهو أن مسلحاً فلسطينياً أطلق النار وقتل أبو عقلة، وهي نفس النتيجة التي توصلت إليها قبل شهرين وزارة الخارجية الأمريكية، الحليف المهم للدولة اليهودية، وخففت الضغط من أجل عدم توجيه اتهامات جنائية ضد جنود إسرائيليين. وانتقدت الصحيفة سياسة الإفلات من العقاب التي ينتهجها جيش الاحتلال، ومن الملاحظ أن أي من عناصر الشرطة الإسرائيلية لم يعاقبوا في أثناء جنازة أبو عقلة في القدس يوم 13 من أيار مايو، عندما ضربوا حملة نعشها لدرجة أفقدتهم السيطرة عليه وكاد أن يسقط. وقالت إن الخلل والأسئلة التي لم يجب عليها في التحقيق بمقتل صحفية محترمة يستدعي تحقيقا مستقلا. الوجه الآخر لحرية التعبير ورسوم الكاريكاتير نتابع. تسلط جداريات العيون المرسومة على المنازل بحي سلوان في القدس الشرقية المحتلة الضوء على ملف المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأراضي الفلسطينية، وتشهد على ما يحدث فيه من عمليات الهدم والإخلاء القسري. ونفذت مجموعة من الفنانين المحليين والأجانب بدعم من مركز مدى سلوان للإبداع مشروع أنا شاهد على سلوان كمجهود فني جماعي للفت الانتباه إلى المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويضم المشروع جداريات عيون كبيرة للفلسطينيين من سكان الحي ممن قتلوا على يد القوات الإسرائيلية، إلى جانب عيون لشخصيات تعرضوا للاضطهاد أو قتلوا في مناطق حول العالم وأصبحوا رموزا مثل جورج فلويد وريتشيل كوري. مع اقتراب انطلاق مونديال 2022 الذي سيقام لأول مرة على أرض عربية، تواجه قطر تحديات عدة في ملف إيواء المشجعين الذين سيتوافدون إليها لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم المزمع انطلاقها في وقت لاحق من العام الحالي، إذ قالت شبكة CNN الإخبارية إن خيارات المشجعين في السكن خلال زيارتهم للدوحة لحضور مباريات المونديال الأول الذي يقام في الشرق الأوسط، حيث لن تسمح السلطات القطرية بدخول الزوار من خارج البلاد إلا لمن يثبت أنه يملك بطاقة وحجز إقامة مؤكدة،
إذ تتوقع الدولة الخليجية أن يسافر أكثر من 1,000,000 مشجع إلى الدوحة خلال فترة كأس العالم، أي نحو 37% من سكانها. ولفتت إلى أن صغر حجم قطر يعطيها بعض المزايا، لكنها بالتأكيد ستواجه تحديات في إيواء المشجعين، حيث وضعت السلطات القطرية خيارات للإقامة بالإضافة إلى الفنادق الموجودة لاستقبال ضيوف البطولة. الآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. تجد في كل زاوية من هذا الدار ذكرى تنبئ عن حدث معين، وشهد هذا الدار ايضا الذي سكنه الجواهري، طبعا هو تم بناءه انجز بناءه في اواخر العام 1971، وسكنه الشاعري العام 1980، وهو العام الذي غادر بعدها الجواهري لمواقفه الوطنيه المعروفه تجاه السلطه الحاكمه انذاك. يا دجلة الخير يا أم البساتين، حييت سفحك عن بعد فحييني. يا دجلة الخير يا أم البساتين، حييت سفحك ظمآنا ألوذ به لوذ الحمائم بين الماء والطين. يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين. يدرس الشعر الجواهري درس تاريخ العراق، لكن تعرف أنه ظروف عنده قصيدة كفاك جيلان أرح ركابك من عين ومن عثري كفاك جيلان محمولة على سفري. الجواهري هو كان رغم بعده المكاني عن البلد، لكنه يعني عاش معاناة البلد وعاش هموم أبناء البلد، وكان هناك حبلا سريا يربط الجواهري ببلده. وإلى صدى أقلام جديد نلقاكم بإذن الله.